اليوم باش نحكيو على داء الكلب، باش نحكيو على اخر الارقام اللي تهم داء الكلب مع منسقه البرنامج الوطني لمكافحه داء الكلب دكتور كوثر حرابش. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بك يا عائشه، مشكوره جدا على التدخل معنا. اذا للاسف اليوم، للاسف نقولوها، انا نحكيو على هالمرض، هذا المرض القاتل اللي هو داء الكلب. دكتور، بالنسبه لداء الكلب نحاولوا نعرفوه شويه، صلح لي زاده اذا فما بعض المعطيات اللي زمنا نضيفوها، اللي هو مرض فيروسي سبب التهاب حاد في الدماغ، يصيب الحيوانات ذات الدم الحار، هو مرض خلينا نقولوا حيواني، المنشا ينتقل من فصيله لفصيله اخرى، من الكلب زاده الإنسان، يمكن أن يصيب زادة الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى إصابة الدماغ بالمرض ثم الوفاة. لطفة عليكم الناس الكل. دكتور، عام 85 سجلنا ظهور أول تلقيح ضد داء الكلب، وكان زادة خلينا نقول الحضارات السابقة دونت أكثر من 4000 سنة مخطوطات حول داء الكلب، ومن عام 1966 تونس حرصت على أنها تحط قانون لمكافحة داء الكلب، ووضعت زادة البرنامج الكبير، برنامج وطني لمكافحة داء الكلب عام 1982. هذا التعريف ربما لداء الكلب، لمحة تاريخية زادة على تعاطي تونس مع هالمرض هذا، كما قلنا المرض القاتل. لمحة تاريخية، نحكيه على الثمانينات، نحكيه على التسعينات، علاش اليوم يرجع هالآفة هذه، هالداء هذية، شنو اللي يخلي الآفة هذه ترجع اليوم؟ والله هو علاش ترجع، هما فما اسباب. حاجه الاولى الوعي الناس في بالهاش اللي فما داء الكلب مازال موجود في تونس، وعباد اللي احنا معظم الحالات اللي هما ما تلقاوش العلاج الوقائي، ما ملغي العلاج مجاني ومتوفر في اكثر من 315 نقطه. الحاله الثانيه اللي هي تردي الوضع معناها البيئي، احنا معناها تراكم الحالات ما صارش السنة، معناها احنا من 2021 بدينا نلاحظوا في ارتفاع الحالات، دونك سجلنا 2021 خمسة حالات، 22 خمسة، 23 ستة، وتوا عنا لحد التاريخ هذا عنا تسعة حالات. تسعة دكتور، تسعة حالات مش عشرة. لا تسعة. باهي، تسعة حالات، واضح. إيه؟ إذا قلنا تلوث بيئي، قلنا أوضاع معناتها متردية، عدم وعي، اليوم هو اللي تسبب في رجوع هالإفة هذي. بالضبط. دكتور، في الأثناء معناتها التحذيرات متواصلة، اليوم فماش برنامج مشترك اليوم بين الوزارات من أنه يقفوا هكا وقفة معناتها متماسكة، وقفة يد واحدة من أجل القضاء على الإفة هذي. صحيح، وانت ذكرت اللي البرنامج بدا من 1982، بدات وقتها وزارة السلاحة بتلقيح الكلاب حتى كش 1992 وين وقع دي مراج اوفيسيال نتاع البرنامج معناها شراكة بين ثلاثة وزارات، واللي هي وزارة الصحة بالتلقيح معناها الإحاطة الطبية الوقائية ضد الكلب والتشخيص المخبري للكلب الإنساني والحيواني في معسكر، وزارة السلاحة بتلقيح الكلاب المملوكة، راه وقت اللي نحكيو مملوكة راهي كلاب الشارع ما هيش ملقحة، والتصرف في البؤر الحيوانية ولا هما دونك لي فايي دوغاج انيمال. والوزارة الداخلية عن طريق البلديات في التصرف في الفضلات، واللي نعرفوا الفضلات هي سبب تكاثر الكلاب السايبة، وقت فما معناها فضلات اللي هي متاحة للكلاب باش نلاحظوا اللي حولها هي فما برشا كلاب سايبة، وعندنا الشرطة البلدية والحرس البلدي بالتصرف في دونك في الكلاب السايبة. إذا اليوم فما برنامج، كي نقولوا برنامج دكتور، الفلاحة، التربية، وزارة المرأة والأسرة والطفولة، الشباب والرياضة، معناتها الناس الكل، معناتها الأطراف الكل، معناتها تكون معنا. هي صحيح. خاصة هي دكتور، فقط نحكيو على عودة اقتراب عودة مدرسية اليوم. معناتها أكيد فما تخوفات. هو احنا اللي حكيت لك عليهم الوزارات هذوما البرانسيبال اللي قاعدين يعملوا في ليزاكسيون بالنسبه للوزارات هذوما ثلاث. اما ديما التوعيه والتحسيس راهو ديما بالشراكه مع الوزارات الكل. عندنا التربيه، عندنا الشؤون الدينيه، عندنا المراه، عندنا الثقافه. دونك الكل وقت اللي نستحقوهم احنا في التحسيس والتوعيه رانا معناها نتعاملوا معاهم. وعندنا احنا اتغاذاغ الطب، اداره الطب المدرسي والجامعي في معناها في المحيط المدرسي قاعدين كيف الى شيوغ معناها التوعيه والتحسيس، ومش كان هذاك
عندنا حتى معناها السوسيتي سيفيل، جمعيات، عندنا الكشافه، عندنا لونفيرو فيست، عندنا برشا تظاهرات اخرى تحسيسيه. وتوا يلزم بالحق معناها الناس الكل تحكي، يلزم التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. التوعيه وقت اللي تتقدم ولا تتحبش ولا تتلحس حتى على جرح مفتوح، انك تغسل مكان الاصابه 15 دقيقه تحت سرديله، انك تتوجه لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي. وراه علاج فيه بروتوكول، معناها روزنامه برشا دوزات، راهو مش تعمل دوزه وتحبس، راهو ما يكونش ناجح دكتور. دونك هذا يحيلني معناتها للسؤال مهم برشا، انه فما ناس معناتها تلقات تعرضت الى خدج او كما قلت انا لحس، فتوجهت للمركز خذيت جرعه الاولى من التلقيح ومن بعد اهملت الموضوع. راهو كي معناتها الاهمال هذا شنو ينجم يتسبب في الموت، وهذاك الحاله نتاع سوسه. هذه هي وضعيه الشاب اللي توفى في سوسه بالخدش نتاع القطه. خاطر احنا علاش نسميه هذا الكلام؟ على خاطر اذا ما تلقيتش العلاج الوقائي في ال 24 ساعه الاولى وقت القدمه ولا التخبيش ولا اللحس، راهو بعد الوقت يخرجوا الاعراض ما عادش عندنا حتى دواء تاع الكلب. راهو الناس برشا ما تعرفهاش، راهو انشي في الاعراض خرجوا تاع داء الكلب، رانا ما عادش عندنا دواء، رانا نقعدوا نتفرجوا في العباد حتى يكشفين تموت حتى نعطيكم الله. للاسف معناتها موت شنيعة، حتى موت بالحق معناها موت شنيع، خاطر يلزم ساعات العبارات تكون كما هي وتتقال كما هي باش الناس تحس بخطوره الموضوع. دكتور بين ظفرين، خلينا نقول بين ظفرين، فما شكون يدعو الى القنص، معناتها البعض، ديما نركز على البعض يدعو الى القنص. هو احنا ما مش البعض، هي سياسه الدوله. احنا راهو القنص معناها في محور من محاور البرنامج، وراهو معناها في الوقت الحالي نحب نشير معناها صحيح فما بلديات توجهت مراكز التعقيم والا التلقيح للكلاب معناها السايبه، اما راهو عندنا معناها قداش الليسانس؟ رانا عندنا بلديه تونس واللي هو سكر، بلديه المرسى حلق الواد كرتاج، وعندنا بلديه اريانا، دونك هذوما اللي فيهم مراكز التلقيح والتعقيم. العدد المهول نتاع الكلاب السايبه الموجود توا معناها واللي هو سبب في موت نحكي لك انا 95% من الحالات ديال الكلب اللي توفى من 21 وحتى قبل. دونك كيما نقولوه القول الشر لابد من الغالب، معناها ما عندناش اللي عندنا حلول اخرى، معناها اذا زي نجموا جمعيات يوفروا لنا مراكز ايواء، إذا نجموا زاد يوفروا لنا الماتريال دو كابتور معناها الشباك، القفاص، اتسيتيرا، باش نجموا نشدوا الكلاب ما نقصوهمش. ما بعد يلزمك أنت مأوى هذوكم باش توكلهم وباش تتلهى بيهم وباش تلقحلهم وباش تعقمهم معناها هذوما أمويان تير، هذوما معناها نحاولوا نخدموا عليهم على البلديات مع الأطراف الكل، جمعيات بما فيهم الكل. فهمتني؟ نتعاملوا معاهم أمويان تير. هذا هو معنى هذا الوضع اللي احنا فيه توا. كنا ماذا بينا ما فماش القنص، وانا هجمات كبيره على اني ذكرت القنص اللي هو قاعد يصير، واللي معناها كما حكيت معناها شر لابد منها في الوضع الحالي تاع داء الكلب وكثره الكلاب السايبه، ولات مشكله معناها كونتاميناسيون، انت حتى كلبك في الدار يخرج لك معناها يتعارك مع كلب في الشارع ولا قطوس في الشارع ينجم يكونتاميني حتى الا هو ملقح. حتى وهو ملقح معناها في العائله. معناها مهم جدا للناس اللي تسمع فينا، معناتها حتى كلبك ولا قطوسك وهو ملقح وقت اللي يخرج للشارع راهو معرض للاصابه بداء الكلب ويحمله ويرجع للدار. بالضبط، وخاطر هو احنا نقول وقت اللي يزلق في الثلاث ايام الاولى حتى هو كلبك ملقح خرج للشارع تعارك مع كلب اخر والا قطوس ولا غيره، لازمك تلقح له وتعاود تلقح له في الثلاث ايام هذوك بعد القدمه. سينو يولي الكلب هذاك سيء، معناها باش يولي كونتاميني وما عادش في حل. التسعة حالات اللي سجلناها، المناطق اللي تم تسجيل الحالات هذه فيها؟ عندنا برانسيبالمون عندنا كل ولايات معناها تونس بين معناها حالات ديال الكلب لدى الانسان والحيوان، بخلاف شويه مناطق الجنوب معناها براتيكمون تونس الكل، معناها عندنا حالات سيدي بوزيد، عندنا ياسين، عندنا القروان، عندنا سوسه، عندنا بن عروس، عندنا اريانا، عندنا ان شاء الله ما نسيتش حاجات اخرين، معناها برشا بلايص بالحق، ولينا معناها ما عادش نحكر على بلايص معينه.
واضح دكتور، نخلي لك كلمة الختام، نخلي لك رسالة توجهها للناس تسمع فينا الكل. والله اللي نوجههم ديما الوقاية، راهي الوقاية هي الحل. احنا ما نحبوش نوصلوا للقنص الكلاب، وما نحبوش نقتلوا كلاب، وما نحبوش نقتلوا كلابنا، وما نحبوش نقتلوا بقرنا. راهو فما قنص إلي أوبليجي، وقت يبدا عندك بؤرة نتاع حيوان معناها مكلوب، واللي هو قدم لك بقرة وعلوش وقدم لك كلاب أخرين، راهي الحيوانات هذيك الكل يلزمنا نقصوها باش ما تعملناش بؤرة جديدة، ومش هذوكم يكونونا بؤرة جديدة. دونك الوقاية ثم الوقاية، باش ما نوصلوش للحالات هذه يلزم اللي يتعض يتقدم يتخبش، ولا يتلحس على جرح مفتوح من طرف أي حيوان، حتى حيوانك المنقش اللي في الدار، تغسل مكان الإصابة بالماء والصابون 15 دقيقة، وتتوجه لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج. ونعاود راهو رزنامة نتاع برشا تلقيح، راهو مش دوزة واحدة. واضح. عندك كلب ولا قطوس في الدار، تلقحوا عام كل عام، يلزم تلقيح راهو سنوي لداء الكلب بالنسبة للكلاب والقطاطس، وراهي توفر المندوبات الجهوية للتنمية الفلاحية كيف كيف، تلقيح مجاني. الكلاب السايبة، القطط السايبة، ماذا بينا ما نقربوا لهمش، ما نتواصلوش معاهم. خرجت كلبك باش يدور تتعمل به دورة البرة، يلزم بالكمامة متاعه وبالرباط متاعه، ويكون كلبك في دفتر التلقيح معاك، اللي هو كلبك ملقح وقت تشدك الشرطة بلدية ولا غيره، تستظهر بالترني نتاعك نتاع التلقيح. واضح. كيف كيف الفضلات، ماذا بينا زاد وعي المواطن، ما نخرجوش الفضلات في غير أوقات معناها الشاحنه نتاع الفضلات، وتتكدس وتولي هذيك سبب لتكاثر الكلاب السايبه حولها. واضح دكتور، مشكوره جدا على التدخل معنا، مشكوره جدا على التوضيحات هذوما الكل. الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، ان شاء الله باللطف على الناس الكل. الوقايه الوقايه ثم الوقايه، باش ما نوصلوش الى حالات خطيره والى حالات وفاه، كما قلت لنا راهو مرض قاتل. احنا مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى ال11، تابعونا.